مرحبا، أنا اسمي بيسان درويش، عمري 8 سنوات. أنا بحب الشيف ديما الحجاوي وحابة أطلع معها على قناة رؤية وأطبخ معها أكثر أكلة بحبها، معكرونة بشاميل. حابة تطلعي مع الشيف ديما بيوم بحلقة هنا بالاستوديو؟ أكيد. طيب بوعدك بوعدك يا بيسان، أنا وسمير بنوعدك بإذن الله لما الدنيا شوية تروق والأمور تصير تمام، عشان صحتك مش عشان أي إشي تاني غير، نجيبك ونعمل لك أحلى حلقة بإذن الله. وإنت بدك تطبخي كمان من طبخك، سمعت إنك بتحبي المعكرونة بالبشاميل. وأنا بدي أساعدك يا بيسان. أنا بتعرف لما قالوا لي بدها تكون معانا أول إشي قلت بدي أعملها معكرونة بالبشاميل، فإن شاء الله بنعملها أنا وياكي بس تصير منيحة بإذن الله.